أمراض الشرج وأمراض المستقيم أعراضهم تتشابه جدا، أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ أبيض طبعا. الأعراض متشابهة جدا جدا في أمراض الشرج والمستقيم، يعني المريض اللي عنده بواسير شرجية أعراضه قريبة جدا 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 من المريض اللي عنده نسور شرجي. التلاتة دول أعراضهم قريبة جدا من المريض اللي عنده ورم في المستقيم اللي قد يكون ورم حميد أو خبيث. كل الأعراض دي تتحول أو تتلخص في أنه ممكن يشعر ببعض قطرات الدم أو حاجة إذا دخل حمام أو كلام زي كده، ممكن يلاقي بعض قطرات الدم أثناء التبرز، ممكن يلاقي بعض الإفرازات اللي بتخرج من الشرج أو من حول الشرج. كل الكلام ده قد يكون عنده حاجة بسيطة جدا، قد تكون عبارة عن بواسير شرجية، قد تكون عبارة عن شرخ شرجي، قد تكون عبارة عن نسور شرجي، قد تكون عبارة عن حاجة كبيرة. وهنا يجي دور الدكتور، يجي دور الطبيب يفحص المريض ويقول له أنت عندك إيه من الحاجات دي، هل هي حاجة في بدايتها في منتهى البساطة ونقدر نعالجها حتى باستخدام الأدوية، ما احناش حتى محتاجين نعمل عمليات ولا حاجة، ولا هي حاجة لا دمها تقيل بقى ومحتاجين نمشي شوية ونعمل مناظير وكلام زي كده. فالأعراض متشابهة جدا جدا. أنا موافق طبعا أبيض، الأعراض قد تكون واحدة وقريبة جدا وما يعرفش يفرقها غير الدكتور، المريض ما يعرفش يفرقها. الأعراض نجملها كده 1 2 3 4 نحفظهم. مثلا نبدأ بوجود ألم حول أو داخل الشرج. أي مريض يشعر بألم حول أو داخل الشرج معناه إن في مشكلة، مش طبيعي إن إحنا نبقى قاعدين ومتوجعين يعني. فإذا كان في ألم ده معناه 100% إن في مشكلة، في مشكلة يا حول الشرج إما داخل الشرج. غير الألم زي ما قلنا إن في بعض قطرات من الدم أثناء دخول الحمام أثناء التبرز أو حاجة، قد يكون في بعض قطرات الدم المريض بيشوفها أو حتى يلاقيها في الأندروير حتى بعد ما يخلص أو حاجة. تاني حاجة بعض الإفرازات، يبقى ألم دم إفرازات أو حتى بعض الهرش أو الحكة حول الشرج. الأعراض دي تميل أكتر يعني مثلا إذا كان المشكلة في الدم بس والمريض ده مش متوجع، يعني كل مشكلته لما بيدخل التواليت أو حاجة يخرج شوية دم أو حاجة، 100% ما خلص ما دام ما بيتوجعش يبقى ما عندوش إنال فيشر، ما عندوش شرخ شرجي. يعني الشرخ الشرجي ده حاجة بجرح جوه الشرج 100% بيعمل سيفير بين ألم رهيب يعني أثناء التغوط. فإذا كان عندك دم بس مثلا يبقى قد يكون عندك حاجة اسمها internal piles أو بواسير داخلية أو حاجة زي كده. مين بقى اللي يعرف يفرق؟ مين اللي يعرف يقول إن إذا كان الدم هنا زيادة والألم قليل يبقى عندك وهكذا. فأنا رأيي إن الأعراض تتشابه جدا من الألم أو الدم أو الإفرازات أو حتى الهرش أو الحك حوالين الشرج، والوحيد اللي يعرف يفرق ما بين ده أنت عندك إيه بالظبط هو الطبيب وليس أي حد تاني. البواسير مرض له أكتر من وش، له أكتر من وجه بأعراضه على حسب مكانه. أبيض طبعا. البواسير الشرجية زي ما قلنا بطبيعتها غير مؤلمة، يعني هل ده معناه ان ممكن مريض يفضل عنده بواسير لفترة طويلة من غير ما يعرف؟ اه طبعا. وبيجي لي ناس تقول لي ده انا بس حسيت بوجع من يومين، لكن لما نفحصه نقول له انت عندك بواسير بقالها 10 سنين مثلا. هي كده، هي بطبيعتها غير مؤلمة، فده الوش الطيب منها انها مش مؤلمة ولا حاجة. لكن اذا سبنا الحكاية واهملنا انا رأيي ان جسمنا بيعمل ريد الارم كده لما يحصل حاجه، لما البواسير دي هتبدا تتطور من انها حاجه عاديه الى انها حاجه مش كويسه، هيديك ريد الارم، هيديك وجع. اذا توجعت لازم تروح للدكتور، الدكتور ساعتها هيقدر يقول لك انت في انهي مرحله، انت في الوش الطيب ولا في الوش السيء. لان البواسير رغم بساطتها يعني الا ان يعني انا بعتبرها من امراض العصر، يعني اللي ليها يعني نتائج سيئه جدا 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 على المرضى اللي بيهملوا هذه الحكايه. يعني انا لسه شايف عيان قريب مثلا وانا وعدته انه نتكلم عنه، يعني ولد لطيف عنده 20 سنه، ما عندوش اي مشكله قبل كده ولا اي حاجه، بس عنده تاريخ في العيله ان مامته عندها بواسير وباباه عنده بواسير. وبعدين لما شفته مش ممكن انا شو يعني، الشرج عباره عن 4 5 بواسير كبيره خالص، كبيره جدا، منهم 2 لونهم اسود، لونهم اسود زي لون الترابيزه اللي احنا قاعدين عليها. فدي حاجه اسمها ثرومبوزد بايل، وهو سايبها بقت جانجرس وعملت يعني دخلنا حصل فيها غرغرينا ودخلنا زي ما بقول لك من ان احنا مجرد عندنا بواسير انها حاجه يعني تهدد حياته يعني. فطبعا كان لازم ساعتها ندخل عمليات، وساعتها حتى ما ينفعش التقنيات الحديثه اللي دايما بنتكلم عنها، ولا ينفع نعملها باستخدام الليزر ولا حتى بالتي اتش دي ولا باي حاجه من الحاجات دي، كان لازم نعملها بالطريقه العاديه ان احنا نشيل الكلام ده كله. ففقد فرصه الرفاهيه في علاج هذه المشكله. فعشان كده انا اقول للناس دايما ما تسيبش نفسك لحد ما توصل للوش السيء من البواسير.